بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض في العمل بتاع الهيستولوجي. احنا خلصنا شابتر السيتولوجي في البدايات اللي فاتت، النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض مع الابيثيليوم. تمام، طيب احنا هناخد ايه في الابيثيليوم يا شباب؟ بصوا شباب، انت المفروض الابيثيليوم عندك ثلاث اجزاء. تمام كده، ايه هما الثلاث اجزاء اللي هما هيبقوا ثلاث فيديوهات؟ اول حاجه نعرف التايبس بتاعت الابيثيليوم، انواع التيشو بتاعت الابيثيليوم. تاني حاجه هنعرف في عندنا فاكرين انتوا السبيشاليزيشن، الابيكال سبيشاليزيشن واللاترال سبيشاليزيشن. تمام، يبقى فيها هناخد تاني فيديو اللي هم السبيشاليزيشن. تمام كده، اللي هم التايت جانكشن والحاجات دي. تمام، تالت فيديو هناخد فيها انواع الخلايا، هناخد ايه انواع الخلايا. تمام كده يا شباب. تمام، طيب دلوقتي ايه اللي اتعرض؟ طبعا انتوا في سيكشن مراجعه، اللي اتعرض في سيكشن مراجعه السبيشاليزيشن والسيلز، يعني انواع الابيثيليوم دي ما اتعرضتش خالص. تمام كده، ولكن ستيل برضه يا شباب انا هشرحها في الفيديو ده، واللي عايز يسمع الفيديو ده يسمعه، واللي مش عايز يسمع الفيديو ده او يسكيب الفيديو ده مفيش اي مشكله. تمام كده، بس من باب المعرفه ومن باب الاحتياط، عشان الحاجات دي كنا بناخدها زمان، فهنشرحها للي عايز يعرف. تمام كده، طيب دلوقتي احنا عندنا انواع الابيثيليوم ايه يا شباب؟ والله احنا دلوقتي بالنسبه للابيثيليوم لو فاكرين كنا بناخده ليه انواع كتيره. تمام، ايه هم الانواع دول؟ احنا اللي يهمنا هنا في العمل تبقى عارف ان كان عندنا نوع اسمه الكفرنج ابيثيليوم، كفرنج اند لايننج ابيثيليوم، وفي عندنا نوع اسمه الجلاندولار ابيثيليوم. طبعا في انواع تاني زي النيورو ابيثيليوم والمايو ابيثيليوم. تمام كده، ولكن الحاجات دي انا عايز بس النوعين الاساسيين. يبقى في عندنا نوع اسمه الكفرنج ونوع اسمه الجلاندولار. ثانيه، جلانديولار. تمام كده، تمام. طيب قال لك الكفرنج ده لو فاكرين كنا بنقسمه اكوردنج لعدد الطبقات، لو لقيت طبقه واحده هنقول عليها سيمبل ايبيثيليوم، هنقول عليها ايه؟ سيمبل ايبيثيليوم. ده معناه ان ده طبقه واحده من الخلايا. طيب لو كذا طبقه قال لك نقول عليه ستراتيفايد ايبيثيليوم، لو ان كذا طبقه نقول عليه ستراتيفايد ايبيثيليوم. تمام كده، تمام. طيب بالمناسبه يا شباب، احنا والله بالنسبه للانواع بتاعت الايبيثيليوم احنا نشوفها باللايت مايكروسكوب. تمام كده، فانت اصلا لما بتيجي تبص عليها ما بتبصش او ما بتعرفش تشوف شكل الخليه، انما احنا بنبص على شكل النواه، وبتعرف هي طبقه ولا طبقتين ازاي؟ برضو من ترتيب الانويه. الانويه بتبقى النواه بتبقى نقطه كده او دايره لونها ازرق، فده انت ده اللي انت بتحدد من خلاله. تمام كده، وهنوريكم دلوقتي ازاي. طبعا السيمبل لو فاكرين كان قلنا على حسب شكل، هو صف واحد، فعلى حسب شكل ايه؟ على حسب شكل الخليه كنا بنقسمها لانواع، ولكن زي ما قلت لكم انت لما بتيجي تبص اصلا بتحدد على حسب شكل النواه، لان انت اصلا ما بتعرفش تشوف حدود الخليه. طيب المهم ان احنا كنا في النظري بنقسمها السيمبل، كنا بنقول في عندنا سيمبل سكويموس، سيمبل سكويموس. تمام كده، وفي عندك سيمبل كيوبويدال، في عندك سيمبل كولامينر، وفي عندك سيمبل او اخيرا اللي هو السودو ستراتيفايد. تمام كده، تمام. ناخد كلمه بسيطه عن كل واحد. السكويمس لو فاكرين يا شباب الخلايا كانت بتبقى مبططه والنواه بتاعتها بتبقى مبططه. الكيوبويدال النواه الخليه ذات نفسها مربعه والنواه مدوره في النص. الكولامينر كنا بنقول ان الخليه بتبقى مطوله والنواه بتبقى اوفل، وساعات بتبقى يعني سنترال يا اما بيزل. السودو ستراتيفايد ده كان حكايته حكايه، كنا بنقول ان والله الانواه بسبب ان في عدد كتير من الخلايا، فالخلايا بتبقى كراودد كده، و بتبقى في مجموعه من الخلايا بتبقى طبعا كلهم بيبقوا ملامسين ايه؟ البيزل لامينا او البيزمنت ممبرين، ولكن في مجموعه من الخلايا بتوصل للسقف او توصل لليومن، بيبقى عليها ساعات بيبقى عليها سيليا من فوق، وفي خلايا ثانيه ما بتوصلش. تمام كده، فده بيخلي ان ترتيب الانويه بتبقى ات ليفلز مختلفه، في ليفلز مختلفه، فده بيوحي ليك ان ده كذا طبقه، ولكن في الحقيقه ده مش كذا طبقه ولا حاجه، ده هم طبقه واحده ولكن في خلايا طويله وخلايا قصيره. تمام كده يا شباب، تمام. طب بالنسبه للاستراتيفايد، الاستراتيفايد هتلاقي كذا صف من الخلايا. طب انا اعرفهم ازاي؟ هتلاقي كذا صف من الانويه تحت في اللايت مايكروسكوب، فتعرف ان ده دليل على ان في كذا طبقه من الخلايا. طيب برضو الاستراتيفايد لو فاكرين طبعا احنا كنا بنحدد على حسب السوبرفيشال لير لو فاكرين يعني. طيب كنا بنقسمها استراتيفايد سكويموس واستراتيفايد كيوبويدال واستراتيفايد كولامينر وكان في عندنا نوع مميز كده اسمه ترانزيشنال ايبيثيليوم، اللي كان بيبقى موجود في اليورينري تراكت وخصوصا اليورينري بلادر. تمام كده، برضو نفس الفكره. السكويمس سوبرفيشال لير يا شباب هتلاقيها مبططه، الانواع بتاعتها مبططه. الكيوبويدال هتلاقي السوبرفيشال لير بتبقى الخلايا مكعبه والانواع بتاعتها مدوره. الكولامينر هتلاقي برضو الخلايا مطوله والانواع بتاعتها اوفل. الترانزيشنال طبعا ده نوع مميز جدا، بيبقى الخلايا السوبرفيشال بتبقى دوم شيبد. تمام كده، وفي بعض انواع الخلايا بتلاقيها كمان بيبقى فيها اكتر من نواه، بيبقى فيها نواتين يعني،
يعني، وده شكله مميز جدا هوريه لكم دلوقتي. تمام كده. تمام. بعد كده الجلاندولار ايبيثيليوم، الجلاندولار ايبيثيليوم زي ما اتفقنا ده نوع مميز من الايبيثيليوم، وبيبقى ليه خاصيه زياده ان هو يقدر يفرز افرازات او يطلع سكريشن. تمام كده. تمام. وكنا بنقسمها قسمناها على اكوردنج لكذا حاجه، ولكن احنا التقسيمه بتاعتنا النهارده هنعرف بس السيروس ايبيثيليوم والميوكويد ايبيثيليوم، او الحاجات اللي بتفرز ميوكس والحاجات اللي بتفرز سيروس. تمام كده، هنعرفهم دلوقتي. تمام كده يا شباب. طيب تيجي بقى نبدا مع بعض. تعالى اول طبقه من الخلايا يا شباب شايفين معانا ده ايه؟ ده عباره لو جيت تبص على، طبعا ده طبقه شايفين، طبعا احنا بنحدد فين بقى الانويه اللي انا بقول لكم عليها. بصوا شايفين النقطه اللي باللون الازرق ده اللي هو حتى مشاور عليها دي، بصوا شايفين في نقط كده باللون الازرق، او ده دليل ان ده ايه يا شباب؟ ده صف واحد من الخلايا. يبقى طالما صف واحد من الخلايا بقى اكتب على طول ايه؟ ان هو سيمبل. تمام كده، ده سيمبل ايبيثيليوم. طب سيمبل ايه بقى؟ هل الخلايا الانويه هي يا شباب مش شكلها انويه مبططه؟ حتى يعني باين قوي ان صفه الخلايا دي متبططه. تمام كده، تمام، فلات خالص. تمام كده، فده سيمبل سكويمس. اه يبقى ده طبعا ده صوره ملونه، يبقى ال ام بيكتشر اوف سيمبل سكويمس ايبيثيليوم، سيمبل سكويمس ايبيثيليوم. تمام كده. طبعا انا عرفته ازاي؟ زي ما قلت لك الفلاتند نيوكلس، ان انويه مبططه. طبعا بعض الاماكن اللي بيبقى موجود فيها موجود في الالفيلاي، البومنز كابسول، البلاد فيزلز، ولكن زي ما قلت لكم مش مطلوب منكم اي حاجه في النظر يا شباب. انت كل اللي مطلوب منك ان انت تتعرف على يعني يجي لك مثلا سلايد تعرف السلايد دي بتاعت ايه، يعني اللي هو انت بيبقى مطلوب منك الجمله الاولانيه دي بس. تمام كده. تمام. طب هنا ده خد بالك ده كده ايه؟ ده قطاع طولي. هنا لو خدنا قطاع عرضي بقى وجينا نبص عليها، بص يا شباب هتلاقي ان هو، بص تلاقي طبقه واحده من الخلايا كده انويه رفيعه جدا. تمام كده، بصوا قد ايه انويه اهي. تمام كده، انويه رفيعه جدا يا شباب. تمام كده، ومبططه في نفس الوقت. تمام كده، برده هنا نفس الفكره، بصوا انويه رفيعه جدا اهو، تلاقيها فلات خالص مبططه جدا يعني. تمام كده. تمام، ده كده ايه يا شباب؟ سيمبل سكويمس ايبيثيليوم. تمام. طيب تعالى للنوع اللي بعد كده. بص يا شباب انا والله طبعا شايفين اللي المدور ده، دي الانويه، انا ما بشوفش الخليه، انا بشوف الانويه بتاعتها. تمام كده، لان زي انتم عارفين الحدود بتاعه الخليه او السيمن بريم بتاع الخليه انا اصلا ما بعرفش اشوف باللايت مايكروسكوب. امال انا بحدد ازاي؟ بتحدد من شكل الانويه. تمام كده. تمام. طب تيجي نحدد، تعالى نمسك الصوره دي مثلا، لو ركزت معايا هتلاقي بصوا شايفين ادي اهو، ادي مجموعه من الانويه اهو، شايفين طبقة واحدة من الأنوية يا شباب، طبقة واحدة. طبعا ما حدش يقول ده الطبقة التانية اهي، لا دي خلية جنبها، ادي دي خلية ودي خلية تانية خالص. تمام كده، انت بتحدد طبقا لنوع الخلية، بتاخد خلية واحدة وتشوف عندها كام طبقة. تمام، فادي دي خلية اهي وعندها كام صفة، عندها صفة واحدة من الخلايا، عندها ايه يا شباب؟ صفة واحدة من الخلايا، والأنواع بتاعتها مدورة. يبقى انا عرفتك على طول ان دي ايه؟ كيوبويدال ايبيثيليوم. يبقى ده سيمبل ايه؟ طالما طبعا طبقة واحدة يبقى سيمبل، والأنوية مدورة يبقى كيوبويدال ايبيثيليوم. اه بيقول لك راوندد سنترال نيوكلس، بتبقى موجودة في اماكن زي الثيرويد فوليكل، الكيدني تيوبيول، الميديان، الميديان داكتس بتاعت الجلاندز. كذلك في الصورة دي يا شباب شايفين، بصوا هو طبقة واحدة من الأنوية، طبقة واحدة اهي، شايفين شايفين حتى والله يعني دي واضحه جدا. بصوا حتى الخليه تحس انها كيوبويدال فعلا، لو انت مشيت كده بالتخيل هتلاقي ان انت بترسم خليه مكعبه. تمام كده، كذلك الناحيه الثانيه هنا برده كذلك الخلايا دي يا شباب شايفين، ادي دي طبقه واحده اهي، خلايا انويه مدوره خلاص. تمام اهي، يبقى دي على طول سنترال طبعا في النص، متمركزه في النص بالظبط، يبقى دي على طول ايه يا شباب؟ دي على طول سيمبل كيوبويدال ايبيثيليوم. تمام كده، ما يلخبطكش مع الاستراتيفايد، انا كده كده هوريك الاستراتيفايد دلوقتي وهتعرف ان في فرق شتان ما بين دي والاستراتيفايد. تمام كده. طب تعالى ادخل على ده. بص يا شباب هتلاقي ان في انويه مطوله، شايفين النواه مطوله ازاي؟ اوفال نيوكلس، اوفال نيوكلس، شايفين الانويه مطوله ازاي؟ طبعا بالاضافه ان كل ده، كل ده طول الخليه، فباين او ان طول الخليه مستطيل، شايفين مش مكعب زي انا ما قلت لك. يعني انت لو رسمتها بالتخيل كده هتلاقي ان النواه او الخليه بتطلع في الاخر ايه؟ مستطيله. تمام كده. تمام. تاني حاجه تعرفك ان انت والله لو جيت تبص على الانويه هتلاقي الانويه مطوله، لو جيت ترسمها كده تلاقي عامله زي اوفال كده يا شباب، وموجوده ناحيه تحت خالص بيزل، يعني المفروض شايفين ده سقف الخليه اهو، شايفين الجزء ده سقف الخليه. تمام كده، سقف الخليه شايفين هي تحت خالص ازاي. تمام كده يا شباب. تمام، وطبعا لو ركزت هتلاقي صف واحده، شايفين اهي هي صف واحده بس من الانويه، اهي صف واحده اهي كده، صف واحده من الانويه، يبقى سيمبل على طول. وزي ما اتفقت قلت لك شكل النواه، شكل النواه بيبقى اوفال ونازل لتحت خالص. تمام كده. تمام، يبقى اوفال بيزل نيوكلس، يبقى على طول سيمبل كولامينر ايبيثيليوم. تمام كده، ولو ركزت طبعا احنا عندنا الكولامينر يا شباب دايما يكون يا اما سيليتد يا اما نون سيليتد. لو جيت تبص على السطح بتاعها هتلاقي اي في شعر يا شباب، اي في اي شعر؟ لا مفيش سيليا، يبقى نون سيليتد. تمام كده، يبقى ده سيمبل كولامينر نون سيليتد ايبيثيليوم، بيبقى موجود في اماكن زي الاستومك، اماكن زي الانتستين، اماكن زي الجول بلادر. تمام كده يا شباب. تمام، طبعا شايفين شكل النواه هنا ما يلخبطكش مع شكل، شايفين شكل النواه هنا مدوره ازاي، انما شكل النواه هنا عامل ازاي يا شباب. تمام،
طيب تعالى النوع اللي بعد كده، طبعا النوع الاخير بقى في السيمبل ابيثيليوم. احنا كده خدنا السيمبل سكويموس، سيمبل كولامينار، سيمبل كيوبويدال. تعالى للنوع ده، طبعا النوع ده هو حتى اصلا موضحه لك فوق يا شباب برسمه توضيحيه كده تعرفك ان في خلايا طويله وخلايا قصيره، وهم صفه واحده بس من الخلايا كلها واقفه على البيزمنت ميمبرين، ولكن مش كلها بتوصل لليومن. يعني في خلايا طويله زي الخلايا دي مثلا، خلايا طويله فالنيوكلس بتاعتها بتبقى فوق ولامسه اليومن، انما في خلايا ثانيه قصيره زي الخلايا اللي تحت دي يا شباب، الخلايا دي ما بتوصلش لليومن، خلايا قصيره. طبعا هي ستيل طبقه واحده من الخلايا، ولكن النيوكلاس مترتبه في ليفلز مختلفه. يعني ادي مثلا ادي ده ليفل وادي ده ليفل وادي ده ليفل، فبيهيئ لك او ده بيوحي ليك ان ده ممكن يكون استراتيفايد، انما في الحقيقه هو مش استراتيفايد ولا حاجه. تمام كده، ده هي طبقه واحده من الخلايا. تمام كده، فده عشان كده سميناه سودو استراتيفايد. سميناه ايه؟ سودو استراتيفايد كولامينر، لان طبعا هو سودو اسمه كده، سودو استراتيفايد كولامينر ابيثيليوم. ولو ركزت على السطح بتاعه يا شباب هتلاقي، بصوا شايفين في شعر طالع اهو، شايفين الشعر ده اهو، ده السيليا. تمام كده، تمام، يبقى ده ايه؟ سودو استراتيفايد كولامينر ابيثيليوم، وده طبعا ايه هتزود عليه ان هو سيليتد. تمام كده شباب. طيب طبعا النيوكلاس بتاعه هو بيقول لك، بياكد عليك تاني، نيوكلاي موجوده ان ديفرنت ليفل، موجوده في اماكن زي التراكيا والبرونكاي، وطبعا غالبا غالبا في الاماكن اللي هي بتاعت الريسبيراتوري بيبقى معاها جوبلت سيل عشان تطلع الميوكس، والميوكس ده ايه؟ هو اللي بيمثل زي بروتكتيف بارير في الريسبيراتوري ابيثيليوم، وليه اهميه طبعا كبيره جدا في الريسبيراتوري ابيثيليوم. تمام كده يا شباب. طيب بعد كده كده خلصنا انواع السيمبل، تعالى ناكد عليها تاني. بصوا يا شباب، اهو طبقه واحده من الخلايا فلات يبقى سيمبل سكويمس، طبقه واحده من الخلايا الانواع بتاعتها راوندد يبقى سيمبل كيوبويدال، طبقه واحده من الخلايا الانواع بتاعتها اوفال بيزل يبقى على طول سيمبل كولامينر، عليها سيليا لا ما عليهاش يبقى نون سيليتد. طيب هنا طبعا مجموعه او الانويه مترتبه ات ديفرنت ليفلز، يبقى على طول ده سودو ستراتيفايد كولامينر ابيثيليوم، بصيت فوق لاي سيليا يبقى اول سيليتد. تمام كده، تمام. ولو ذكرت، لو انت بتتكلم على ريسبيراتوري ابيثيليوم هتزود كلمه ويز جوبلت سيل. تمام كده. طيب تعالى ندخل بقى في الاستراتيفايد. بص لو ركزت على الاستراتيفايد هتلاقي طبقات من النيوكلس. بص يا شباب طبعا ده كله اللي تحت ده كله النيوكلس، شايفين ادي نيوكلس، مجموعه من النيوكلس، 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 مجموعه من النيوكلس فوق خالص، مجموعه من النيوكلس فوق خالص خالص خالص. تمام كده يا شباب، بصوا شايفين مجموعه النيوكلس دول. تمام كده، تمام. يبقى ده اول ملمح، طبقات كتيره من النيوكلس كده يا شباب مترتبه فوق بعضها، يبقى على طول ده ايه؟ ده ستراتيفايد ابيثيليوم. ستراتيفايد ايه؟ ابيثيليوم. طب اهني نوع بقى؟ قال لك والله طبعا انت ما بتقارنش بالنيوكلس اللي في النص دي، انت بتبص على الطبقه اللي فوق خالص. بص لو ركزت هتلاقي ايه؟ هتلاقي النيوكلس فيلات ومتبططه، فيلات ومتبططه. بص يا شباب تلاقي النيوكلس متبططه خالص، شايفين متبططه ازاي؟ تمام كده، يبقى ده ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. تمام كده. طب انا يا عم اعرف ان ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم يا اما يكون كيراتينايزد يا اما يكون نون كيراتينايزد. بص يا سيدي، انت هتبص هنا والله، هل طبقه الابيثيليا، هل طبقه الخلايا اللي انت حددتها بناء عليها اللي هي الفلات ابيثيليوم، الفلات سيل، بصيت كده فوق كده يا شباب لقيت اي في حاجه فوقها، في اي كيراتين فوقها؟ لا مفيش كيراتين، يبقى دي على طول نون كيراتينايز. تمام كده يا شباب، تمام. يبقى تاني قلنا، تاني يا شباب بتحدد ازاي؟ قلنا كذا طبقه من الخلايا، يبقى ده على طول ايه؟ ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. طبعا حددت سكويموس ازاي؟ قلنا من شكل النيوكلس اللي هي السوبرفيشال لير، اهو بيقول لك سكويموس سوبرفيشال لير، سوبرفيشال لير سكويموس. تمام كده. طب النوع ده من طبعا نان كيراتيناز، لان مفيش طبقه كيراتين فوق خالص. تمام. طب بيبقى موجود في اماكن زي الاسوفيجاس، اماكن زي الانال كانال، اماكن زي الفاجينا. تمام كده. طيب بعد كده تعالى للنوع ده بقى، بص نفس الفكره. بص يا شباب لو جبت هتلاقي طبعا طبقات كتيره من الخلايا، طبقات كتيره من الخلايا، شايفين طبقات كتيره من الخلايا، لحد ما تطلع فوق بص هتلاقي الخلايا خلاص بدات تختفي. تمام كده، تمام. ولقيت طبقه لونها احمر طويله جدا ما فيهاش اي خلايا يا شباب. تمام كده. طبعا الكلام ده المفروض تفتكروه من النظري، طبقه كبيره جدا من الخلايا، ده طبعا كيراتين، ده طبقه كيراتين. تمام كده. طب ليه ما فيهوش نيوكلس يا شباب؟ لان طبقه الكيراتين، انت عارف ان الكيراتين ده اصلا خلايا ميته، خلايا نون نيوكليتد، ديد سيل يا شباب لو فكرنا من النظر. تمام كده. طبعا طبقات كتيره من الخلايا يبقى ده على طول ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، وطبقه كيراتين يبقى كيراتينايزد. طب انا عرفت ازاي انها سكويموس؟ من السكويموس سوبرفيشال لير، وطبعا عرفت كيراتينايزد لان كل اللي فوق ده يا شباب ده كده طبقه كيراتين. تمام كده، تمام. بتبقى موجوده طبعا الكيراتينايزد ابيثيليوم بيبقى موجوده على السكن، على اللبس، على النوز، على في الايرز، في الانس، من بره. تمام كده، اللي هو بيبقى موجود على الاجزاء او الاسطح المعرضه للاكسترنال انفايرمنت. تمام كده، تمام. طيب بعد كده تعالى للنوع اللي بعد كده، يبقى ده كده يا شباب بصوا اهو، يبقى ده الاستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايز، ده الاستراتيفايد سكويموس كيراتينايز. تمام كده، تمام. تاني اهو بص عليها تاني، بص على الرسمه دي، بص على الرسمه دي. تمام كده، فرقت ما بينهم. تمام، تعالى ادخل للنوع اللي بعد كده. قال لك النوع اللي بعد كده هو عباره عن ايه؟ بص لو ركزت معايا، ادي صفه خلايا وادي صفه خلايا تانيه.
تمام. ايه ده؟ صفتين من الخلايا يعني سيمبل ولا ايه؟ ولا ستراتيفايد؟ لا ستراتيفايد، احنا اتفقنا لازم عشان تقول سيمبل لازم تكون صفه واحده من الخلايا، تمام كده؟ طب تعالى بص هنا، بص ادي صفه وادي كمان صفه اهي، تمام كده يا شباب؟ يبقى صفتين، يبقى على طول ده ستراتيفايد، ستراتيفايد ايبيثيليوم، تمام كده؟ طيب نوعه ايه؟ بص على السوبرفيشال لير، بص هتلاقي خلايا ايه؟ خلايا مدوره، خلايا مدوره وفي النص بالظبط، خلايا مدوره وفي النص بالظبط، كذلك هنا بص لو ركزت هنا اوضح كمان، هتلاقي خلايا مدوره وفي النص بالظبط، خلايا مدوره وفي النص بالظبط، خلايا مدوره وفي النص بالظبط، تمام كده؟ يبقى على طول ده ايه؟ ده سيمبل اسف استراتيفايد كيوبويدال، وحتى انت اصلا مش محتاج، انت طالما لقيتهم صفتين يبقى على طول تعرف ان هو استراتيفايد كيوبويدال، ليه؟ لان انت لو رجعت للنظري هتلاقينا ان احنا كنا قايلين في الاستراتيفايد كيوبويدال ايبيثيليوم ان هو غالبا بيبقى صفتين اصلا، تمام كده يا شباب؟ يعني انت اصلا لو انت لقيتهم صفتين اعرف ان هو استراتيفايد كيوبويدال من غير ما تبص على حاجه، لان احنا قايلين في النظري ان استراتيفايد كيوبويدال اصلا بيكون ايه؟ بيكون غالبا بيكون تو لايرز، تمام كده؟ تمام، فانت لما تلاقي صفتين بس يبقى تعرف على طول ان ده استراتيفايد ايه؟ كيوبويدال ايبيثيليوم. عرفت ازاي؟ طبعا لو انت عايز تتاكد بالطريقه اللي احنا بنتاكد بيها اللي هو الكيوبويدال سوبرفيشال لاير، بيبقى موجود في اماكن زي الداكتس بتاعت السويت جلاندز، تمام كده؟ هنا برضو يا شباب، هنا لو جيت تبص عليها هنا هتلاقيهم برضو صفتين، تمام كده؟ معلش انا قلت لكم ان ده الكيوبويدال، انما ده لو جيت تبص على الانويه هتلاقي الانويه اوفال، تمام كده؟ هتلاقي الانويه ايه يا شباب؟ اوفال، تمام كده؟ تمام، فمعلش انا قلت ان على ده ستراتيفايد بس لا ده مش، او قلت على ده كيوبويدال انما ده مش كيوبويدال، تمام كده؟ تمام، بص يا شباب ده لو ركزت على الانواع بتاعتها هتلاقي بص شايفين النواه مطوله، تمام كده؟ ده طبعا تختلف على النواه اللي عامله زي دي، شايفين النواه دي؟ شايفين النواه دي؟ تمام كده؟ الانويه دي شايفين برضو شويه الانويه دول اللي انا بشاور عليهم، تمام؟ ده كده كيوبويدال، الانويه مدوره، انما هنا الانويه فلات، الانويه هنا ايه؟ فلات، تمام كده؟ بصوا فلات اهي، او اسف اوفل، اوفل اوفل، تمام كده؟ اوفل، تمام كده؟ تمام، يبقى هنا مجموعه من الانويه الاوفل، تمام كده؟ يبقى على طول ده ستراتيفايد ايه؟ ستراتيفايد كولامينر نون سيليت، طبعا نون سيليت لان ما فيش سيليا فوق، ما حدش يقول ان دي سيليا، لا ده تعرجات في السيلم برين عادي، السيليا بتبقى عامله زي الشعر كده، تمام كده؟ تمام، هنا ما فيش سيليا، تمام كده؟ يبقى ده ستراتيفايد كولامينر نون سيليت. طبعا عرفت من الكولامينر سوبرفيشال لير، بصيت على السوبرفيشال لير عرفت انها كولامينر، ازاي عرفت انها كولامينر؟ عرفت من الاوفل نيوكلس، من الاوفل نيوكلس، تمام كده يا شباب؟ تمام، بتبقى موجوده في اماكن زي الكونجنكتيفا واللارج داكتس، تمام كده؟ طيب بعد كده تعالى للنوع ده، النوع ده يا شباب قال لك والله ده اسمه ترانزيشنال ايبيثيليوم. طب انا عرفت منين الترانزيشنال ايبيثيليوم؟ بص انت اول ما تلمح هتلاقي طبعا كذا صفه من الخلايا، بص ادي صفه وادي صفه وادي صفه، طبعا هتلاقي برضو ممكن تحس ان الخلايا ديفرنت ليفلز بس هو طبقات كتير من الخلايا، تمام كده؟ فانت مش هتشك ان ده ستراتيفايد ايبيثيليوم. طيب ماشي، بس اهل نوع بقى قال لك والله لو جيت تبص على الخلايا اللي فوق هتلاقي دوم شيبد، شايفين خلايا عامله ايه؟ زي القبه كده. بص يا شباب خلايا زي القبه ازاي؟ تمام كده؟ برضه هنا خلايا زي القبه ازاي؟ ولو ركزت هتلاقي ان في خليه منهم شايفين الخلايا دي فيها 2 نيوكلس، الخلايا دي يا شباب فيها ايه؟ فيها 2 نيوكلس، يبقى تاني خليه فيها 2 نيوكلس والخلايا السوبرفيشال بتبقى دوم شيب، يبقى على طول دي يا شباب ايه؟ ترانزيشنال ايبيثيليوم، يبقى تاني يبقى انا عرفت ازاي ان ده ترانزيشنال ايبيثيليوم؟ ان انا والله لقيت ان السوبرفيشال كيوبويدال دوم سيل، شايفين الخلايا اللي فوق كيوبويدال ودوم، لان طبعا النيوكلس انا قلت عليها كيوبويدال لان النيوكلس بتاعتها مدوره راوندد، تمام كده؟ ويز كونفكس، عامله كونفكس كده لفوق، عامله زي القبه كده يا شباب، ابر اند كونكيف لور سيرفيس، تمام كده؟ طيب طبعا ده الوصف بتاعها من النظري. بعد بيقول لك بعض الخلايا بتبقى باي نيوكليتد، زي ما انت شايف في النيوكلس ده، في الخلايا دي شايف في 2 نيوكلس، تمام كده؟ تمام، طيب بتبقى موجوده في اماكن، طبعا اشهر حاجه اليورين تراكت واشهرهم طبعا اليورينري بلادر، وموجوده في بعض اجزاء الكدني، تمام كده يا شباب؟ تمام، ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لترانزيشنال ايبيثيليوم، تمام كده يا شباب؟ تمام كده احنا خلصنا لحد دلوقتي الكفرنج ايبيثيليوم. تعالى طبعا احنا راجعين على السيمبل، تعالى نبص تاني على الاستراتيفايد. بص ده ستراتيفايد نون كيراتينايز، تمام كده؟ ده سكويمس كيراتينايز لان في طبقه كيراتين. هنا ده ايه اللي على اليمين؟ ده كيوبويدال الخلايا مدوره، اللي على اسف اللي على الشمال ده وده. ده اللي كده الشمال، اللي على الشمال ده يا شباب ده كده كيوبويدال الخلايا مدوره او الانويه مدوره، واللي على اليمين ده ايه يا شباب؟ اللي على اليمين ده كولامينر لان الخليه اوفال، تمام كده؟ طب سيليتد ولا نون سيليتد؟ لا نون سيليتد لان ما فيش سيليا فوق، تمام؟ هنا ده طبعا انا هعرفه على طول دوم شيبد سيل، وبعد كده في بعض الانويه او الخلايا منها بتبقى باي نيوكليتد، يبقى على طول ده ايه؟ ترانزيشنال ايبيثيليوم، تمام؟ طيب كده خلصنا اول نوع من الايبيثيليوم اللي هو الكفرنج اند لايننج ايبيثيليوم. تعالى ندخل للنوع الثاني اللي هو الجلاندولار ايبيثيليوم. بص يا شباب الجلاندولار ايبيثيليوم زي ما اتفقنا ان احنا في عندنا حاجه
اسمها السيروس جلاندس اللي بتطلع سيروس، في عندك الميوكس جلاندس اللي بتطلع ميوكس، وفي عندك الميكسد. تمام كده تمام. طيب بص يا سيد انت والله السيروس دي يا شباب السيروس هتبص على الانواع بتاعتها هتلاقي الانواع بتاعتها راوندد وموجوده في النص عادي. تمام كده. انما بالنسبه يعني تعالى نقرا كده النظري. بص السيروس جلاند بيقول لك السيتوبلازم بتاعها، طبعا احنا عارفين ان السيروس الاي اي والبي بي. تمام كده. الاي اي والبي بي، الابيكال اسيدوفيل والبيزال بيزوفيل. تمام كده تمام. لان غالبا الافرازات بتاعتها بتبقى مليانه انزيمات، والانزيمات عباره عن بروتينات. تمام كده. النيوكلاس بتاعتها شباب بتبقى سنترال وراوندد، والصوره التوضيحيه دي توضح لك ادي فعلا النواه، شايفين النواه اللي باللون الازرق دي سنترال وراوندد. تمام كده تمام. وطبعا بيبقى عندها اكستندد كروماتين، يعني ايه كروماتين؟ لان الخلايا بتبقى نشطه وبتصنع هرمونات، بتصنع انزيمات وكده، والسيروس سكريشن بتاعها بيحتاج ايه؟ بيحتاج ان الخلايا تبقى اكتف. تمام كده. انما لو جيت تبص على الميوكس جلاند، قالك الميوكس جلاند هتلاقي ان السيتوبلازم بتاعها بيبقى ترانسليوسن، السيتوبلازم بتاعها بيبقى شباب بيبقى ايه؟ بيبقى لونه ابيض زي الصوره، شايفين الصوره رقم 2 دي. بصوا تبص على السيتوبلازم تلاقي السيتوبلازم شايفين البياض ده كله يا شباب، البياض ده المفروض ان هو ايه؟ لان الخلايا دي بتطلع ميوكس، والميوكس بيدوب. تمام كده تمام. فبيسيب مكانه بيبقى بيل كده، او بيبقى مكانه لون ابيض كده. تمام كده يا شباب تمام. وطبعا بسبب وجود افرازات كتيره من الميوكس، فده بيخلي النيوكلس بتاعه الخليه دي يا شباب بتبقى نازله لتحت، بيزقها كده لتحت يا شباب ويخليها مبططه، فالنيوكلس بتبقى بيزل وفلاتند. تمام كده. وبيبقى معاها كوندنسد كروماتين، لان الخليه دي مش نشطه قوي. تمام كده تمام. يبقى ده عرفنا الفرق ما بينهم. طب لان لو لقيت الخصائص دي مع الخصائص دي يا شباب، يبقى على طول تعرف ان دي ميكسد جلاند. بصوا لو جيت تبص على الصوره رقم 3 دي، هتلاقي ان في يعني مجموعه من الخلايا عادي جدا. بص طبعا هو ده بيبقى شكلها شكل توضيحي، لان بيبقى انت عندك سيروس جلاند ومتحوطه بكاب كده شباب، او بيبقى اسف بيبقى عندك ميوكس جلاند وبيبقى متحوطه بكاب كده من سيروس جلاند. تمام كده. فبتلاقي في اماكن لونها ابيض فاتح اهو، زي الاماكن دي، شايفين الاماكن دي، الاماكن اللي انا بنقط فيها دي، شايفين الاماكن دي، دي كلها دي ايه يا شباب؟ دي اماكن سيروس جلاند، دي دليل على خلايا سيروس جلاند. تمام كده. انما الاماكن اللي باللون الاحمر دي يا شباب الغامقه دي، دي اماكن ايه؟ دي عباره عن سيروس جلاند. يبقى انت طالما لقيت الاثنين مع بعض يبقى تعرف على طول ان دي ميكسد جلاند. تمام كده. يبقى انا تاني هلاقي والله هنا مفيش اي لون ابيض يا شباب، هنا نيوكلاس، شايفين النيوكلاس مدوره ازاي؟ شايفين النيوكلاس راوندد وسنترال في النص، راوندد وسنترال. انما هنا تبص على النيوكلاس تلاقي، بص شايفين النيوكلاس دي عامله ازاي؟ شايفين النيوكلاس دي عامله ازاي؟ شايفين برده النيوكلاس دي عامله ازاي؟ يبقى فلات وبريفرال خالص، بيزل خالص، الميوكس زائقها خالص، طبعا بالاضافه للسيتوبلازم اللي بيبقى كله لونه ابيض. تمام كده تمام. طب لقيت الخاصيتين، لقيت اماكن لونها ابيض خالص، ولقيت اماكن لونها زي السيروس جلاند كده، يبقى على طول دي ميكسد جلاند. تمام كده يا شباب تمام. طيب بعد كده طبعا دي صوره ثانيه. بص لو ركزت هنا هتلاقي والله شايفين الابيكال اسيدوفيل، شايفين اللون الاحمر ده دليل على الابيكال اسيدوفيل، وشايفين اللون الازرق ده دليل على البيزل بيزوفيل. تمام كده يا شباب. مش احنا لسه قايلين من شويه ان السيروس جلاند بيبقى عندها ابيكال اسيدوفيل وبيزل بيزوفيل، ابيكال اسيدوفيل وبيزل بيزوفيل. بصوا لو ركزت هتلاقي شايفين اللون الاحمر ده، اللي باللون الاحمر ده شباب، شايفين الاجزاء اللي باللون الاحمر دي، الاجزاء دي الابيكال اسيدوفيل. طب الاجزاء اللي باللون الازرق دي البيزل بيزوفيل، شايفين النيوكلس برضو النيوكلس بتاعتها بتبقى بيل مش مسبوقه كلها، لان بيبقى فيها ايوكروماتين وبتبقى راوندد، شايفين مدوره ازاي شباب؟ كور اهي تمام، مدوره خالص اهي. تمام كده يا شباب شايفين مدوره ازاي. يبقى ده على كل دي ايه يا شباب؟ دي سيروس جلاند. طب تيجي تبص هنا على الميوكس جلاند، شايفين الميوكس يا شباب؟ شايفين النيوكلس بتاعتها مزقوقه بريفرال خالص ازاي وفلات خالص ازاي يا شباب؟ شايفين اهي. يبقى دي شايفين النيوكلس دي، شايفين النيوكلس دي برضو كلها، طبعا لو ركزت هتلاقي النيوكلس كلها مزقوقه ناحيه الاطراف. تيجي تبص على بقيه، شايفين السيتوبلازم ده كل السيتوبلازم، طبعا اللي في النص ده اليومن اللي بيطلع فيه الافرازات، بس شايفين السيتوبلازم عامل ازاي؟ السيتوبلازم لونه ابيض خالص. تمام كده. شايفين السيتوبلازم لونه ابيض خالص يا شباب. تمام كده. والانويه كلها مزقوقه بريفرال، وبتبقى او يعني نازله لتحت خالص ناحيه القاعده بتاعه الخليه، وبتبقى متبططه. تمام كده تمام. فدي على طول دي ايه؟ دي بتبقى ميوكوس جلاند. تمام كده تمام. ده كده بالنسبه ليه يا شباب؟ كده احنا خلصنا انواع الابتلاء. طبعا انا جايب لكم في صوره ثانيه كده يعني زي نختبر نفسنا. بصوا يا شباب تعرف تحديد الصوره رقم 1 دي ايه؟ هتقول لي والله يا دكتور اهو طبقه واحده من الخلايا من الانويه، يبقى على طول ده سيمبل، والنواه مدوره وفي النص ومستريحه خلاص عامله زي البليه كده او زي الكوره، يبقى على طول ده سيمبل كويبويدال. تمام كده تمام. طب تعالى بص على دي، قال لك والله بص انويه مبططه خالص، تحس انها مرسومه زي الخط كده تمام، وطبقه واحده يبقى سيمبل ومبططه خالص، يبقى سيمبل سكويمس. سيمبل ايه؟ سيمبل سكويمس. طيب تعالى بص هنا هتلاقي ايه ده؟ ايه ده يا دكتور؟ والله ده بص، اولا في سيليا فوق،
تمام كده، يبقى انت على طول كلمه يعني ايه كلها مينر لازم هتتقال، طالما لقيت سيليا يبقى لازم ما هو السيليا ده يبقى سيليتد، يا اما نون سيليتد يبقى لازم كلمه كلها مينر. بس احنا عندنا انواع كلها مينر كتير، يعني ممكن يكون سيمبل كلها مينر، ممكن يكون استراتيفايد كلها مينر، ممكن يكون سودو استراتيفايد كلها مينر. تمام كده تمام. طب النوع ده بس انا عارف ان هو صعب في تحديده شويه، ولكن بص انت لو ركزت هتلاقي في خلايا بتوصل لفوق خالص وفي خلايا بتفضل لتحت، خلايا بتوصل لفوق خالص وخلايا بتفضل لتحت. تمام كده، فالمفروض ان ده سودو استراتيفايد سيليتد ابيثيليوم وذ جوبلت سيل. فين الجوبلت سيل دي يا شباب؟ بص لو ركزت شايفين ده الجزء اللي لونه فاتح، يعني فاتح شويه كده، جزء لونه بيل شويه، شايفين اهي دي الجوبلت سيل، شايفين اهي دي الجوبلت سيل يا شباب. حتى لو ركزت على الجوبلت سيل دي بص عليها، شايفين اللي انا هحط فيها النقطه دي، شايفين الفراغ بتاعها ما بيبقاش موجود فيه سيليا. ليه؟ لان المفروض دي بتطلع على الافرازات بتاعتها، السيليا بتبقى موجوده على الكولامينر سيل فقط. تمام كده، مش موجوده ايه، مش موجوده على الجوبلت سيل. يبقى شايفين اللون الفاتح ده يا شباب ده الايه، ده الجوبلت سيل. تمام كده، يبقى ده على طول سودو ستراتيفايد سيليتد ابيثيليوم. طبعا سيليتد لان في شايفين الشعر اللي فوق ده سيليتد اهو. تمام كده، سيليتد ابيثيليوم ويز جوبلت سيل. طب الطبقه الاخيره دي طبعا صفه واحده من الخلايا، باين قوي ان الخلايا طويله قوي مستطيله الشكل. طبعا انت تعرف كمان من خلال شكل الخلايا اللي بتبقى بيزل واوفل، شبه البيضه يا شباب، اوفل وبيزل. ولو انت تخيلت اصلا شكل الخليه هنا، بصوا شايفين شكل الخليه، شكل الخليه ايه مستطيل الشكل. تمام كده يا شباب. طب في اي سيليا فوق هنا؟ لا مفيش سيليا، يبقى ده على طول سيمبل كولامينر نون سيليتد ابيثيليوم. تمام كده يا شباب، يبقى اظن كده احنا ايه، اظن كده انت تعرف يعني تحدد نوع الابيثيليوم من خلال انت تبص بس على شكل الانويه. تمام كده. طيب تعالى بص هنا، تعرف تفرق لي ما بين دول يا شباب؟ بص يا سيدي انت والله لو ركزت هنا، تعالى بص على الصوره رقم 2 ده، هتلاقي ايه؟ قال لك والله تمام. بص يا شباب، بالنسبه لرقم 2 دي لو جيت تبص عليها هتلاقيها طبعا كذا طبقه، ودي دي كذا طبقه برضه. تمام، فالاثنين استراتيفايد. طب احددهم ازاي؟ بص على كده سطح الخليه من فوق هتلاقيها فلات. تمام كده، فلات ايه؟ فلات نيوكلس اهي، فلات نيوكلس. تمام كده، يبقى على طول دي ايه يا شباب؟ على طول دي ايه؟ دي هتبقى المفروض دي هتبقى ايه يا شباب؟ المفروض دي تبقى استراتيفايد سكويمس نون كيراتينايزد. فهنا بس ايه؟ يعني للاسف احنا لخبطناهم او بدلناهم، المفروض بدلوا دي مكان دي. تمام كده، يعني الترقيم بس اللي تبدلوه. تمام كده تمام، يعني المفروض رقم 2 دي هي دي الاستراتيفايد سكويمس نون كيراتينايزد ابيثيليوم. تمام كده، انما على الناحيه دي يا شباب دي بتبقى ايه؟ دي هي اللي بتبقى لو جيت تبص عليها تلاقيها في دوم شيب سيل من فوق كده، بس هي مش واضحه شويه لان السوبرفيشال لاير مش واضحه، فده ترانزيشنال ابيثيليوم. تمام كده يا شباب تمام. ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للتايبس بتاعه الابيثيليوم. اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا يعني ايه فهمتوها. طبعا زي ما قلت لكم الصور دي كلها هي ما اتذكرتش، كانت موجوده زمان ولكن ما اتذكرتش في سيكشن المراجعه. تمام، فلو حد عايز يسمع الفيديو ده من باب المعرفه او الاطلاع عادي مفيش اي مشكله، اللي مش عايز يسمعه ممكن يعديه مفيش اي مشكله برضه. تمام كده يا شباب، بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يوفقكم يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ورب واتوب اليك.